الكرام، فتحت إذن البوابات اندفاعا لأفراس الإنتاج عمر الأربع وخمس سنوات المتنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل وربع الميل. جائزة منصور بن فريج يرحمه الله من أهل الرياض وحد رود الذين دخلوا الرياض مع المغفور له بإذن الله تعالى، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراها. الاندفاع تبدأ من ابنة شلال فهيمة في المركز الأول مع نايف العنزي، فهيمة الأمير فيصل مخالد بن عبد العزيز تتقدم تقود هذه الأسماء في شوط الميل وربع الميل. المركز الثاني للحميدية، في المركز الثاني ابنة يخلد، وفي المركز الثالث من الخارج في منافسة قوية وتابعها مشاهدينا الكرام من حور العين للمركز الثالث. فيما التقدم لا زال مع فهيمة ابنة شلال في المركز الأول. الآن تقود هذه الأسماء الحميدية قادمة للمركز الثاني، وحور العين من الخارج في المركز الثالث في محاولات مع بقية الأسماء. نزعة تحاول في المركز الرابع، تحاول التقدم مع تراجع للحميدية للمركز الخامس الآن تحديدا. فيما معطية من الخارج تتقدم للمركز الرابع، فهيمة لازالت تقود هذا الشوط مشاهدين الكرام. المنعطف قبل الأخير، أفراس الإنتاج عمر الأربع وخمس سنوات مسافة الميل وربع الميل قبل الدخول للخط المستقيم وقبل المنعطف الأخير، فهيمة لازالت تقود هذه الأسماء. التحدي قادم أيضا من بنت الباتول من الخارج في هذه المنافسة، فيما ابنة شلال لا زالت متمسكة في المركز الأول. هل تواصل أم تأتي بلابل من الخارج على ما يبدو في هذا الحضور؟ فهيمة إذن للمركز الأول تتقدم وبقوة، الحميدية قادمة، فيما بلابل بدأت التغريد من الخارج وبقوة بلابل للمركز الأول تصادق على الترشيحات.